فرض مستعمل في فرض الطهارة كابر دس نجي بيشوش نجي فرس دس نجي فرس قيل ونفلها قيل دري أجر سنة يشبي سنة يشبي طهارة كسنة يشبي يعني دس نجي دهيا دس دس نجي قنوي ده كيوا هل دس نجي دهيا دس دس نجي شيء ده شوي ونوي كرنوي أو أوي دي تخواري قيل دري أوش غير تخواري ما تنكدره والمستعمل في فرض الطهارة غير طهور قيل دره ونفلها غير طهور والمستعمل في فرض الطهارة طهارة سيا أي مستعمل بلا فرض الطهارة مستعمل لك سمان دا أي ما لا بد منه في صحتها لو صحة الطهارة كي واجب بي وبيوست تشي بيوست بي أو زا مستعملة وشي تسي كالغسلة الأولى وش زاريكم زاريكم أول وسائل خدك ولا بد من هو شنو كأجوانا كي هر هذا سنة زكاة قبورني برم غسلة دوام وسيم هو سنة هو نبدأ نبنا مستعمل أبي غسلة دوام وسيم نبدأ شنو كلا بد من هو نية ولو من طهر صبي لم يميز لطوافين ولو من طهر صبي بعد سنجا كده سنجا من دارش السوابي تميز شي نبي باش من دار سوا تميز نبي كون وجي بيناكري در اللي طوافي دغرو خي بول طوافي قلت ده سنجا شي بيد شوم اوي بس هاي من دارو كي داكدو ده سنجا بيش او اوي دي تخواري اش مستعمل غير طهوري او غير طهوري له ما نسي ولو من طهر صبي لم يميز لطوافي أو سلسي يعني كابري سلسي البولة داعي مزيد يتخواري لسو نجد شوى خورا في عدسي بينا بي أقل راسي دابي بران لوي ما دم نجد بيدكا هبو ورف العدس أوش غير تهوري أو حنفي لم ينوي يعني حنفي بنيتي نينابي نيت دي دس نجد لكن حنفي نوازم نيا إلا نيتي تيمم يوازم إي وضوء يوازم نيا إذا قبل نسوة تمامي ما دم نيتي نينايا هو تسينا كردي بلا سنك لما زعبوا رأي أخوي دس نششتنا ما دم لو ما حدا بتو غير تقول دس نجد بيب شوي نابي أو حنفي لم ينوي أو صلاة نفلي يعني لو نجي سنة لو نجي سنة دس نجد شو له صلاة الله حاي أوش لساني حد بتو مستعمل فرق يعني أو كتابية يعني جنك كتابية بي ديان بي انقطع دمها خويني بدس نجي قطع بو قطع بو خوشوش أو آوة دبيت مستعمل لبس خود شو أخو أو تسجيلينيا لتحل لحليلي هل حليل مسلم المرد كيف سلمانا خبرناك خبرناك دري أمن لقردنان وحتى أخوانا شوي أو إذا خوش شنكا سنية أخوانا نيتي نية كافرة بلا بحال دبتا مستعمل لحليل مسلم أن يعتقدوا توقف الحل عليه كما هو ظاهر ظاهري أو أدبي إسلامكش اعتقادي وابي حتى أخوان شو أوجنا رزني أو فيها وده قريب أوها شرح كدري بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باستحاد منه أو استحاد مقلده برام أجر اعتقادي وابي ببيه عندش درس تلاقي شنو كي بنوي ما نديار هنجي خوش شنو كلوي تسنيا خوب شو أنا شو هو شيء كا هنجي نبدا مستعمل حاشي كانش برازيني لأن الاكتفاء بنيتها لأن الاكتفاء بنيتها إنما هو للتخفيف عليه الآن خونيتي كافري سنيا بس ليران نيتكي استفاده هي لأن الاكتفاء بنيتها بنيتي جنكي كاكتفاء في ذكره لبسيا إنما هو للتخفيف عليه إنما هو للتخفيف عليه والتخفيف ليس في أوكيا أي والكافر لا يستحق التخفيف كافر يجب مستحق تخفيف النية يعني يعتقد كنجنك يعتقد وابي أي يعتقد توقف الحل عليه كما هو ظاهر دبي أو اعتقاد وابي في أوكا أدي في أوكا أو زنيتي جنكي اكتفاي في ذكري لو خاطري في أوكيا لأن الاكتفاء بنيتها إنما هو للتخفيف عليه نيتي جنك عن غسلك يا آه
كتابية انقطع دمها لتحل لحليل مسلم. ده بلي أنا الاكتفاء ده بعلة مسلمي بي علة مسلمي بي ده بي لأن الاكتفاء بنيتها أي من غير توقف على إسلامها الذي هو شرط في صحة النية غالبا أن يتج نكيها وإنه للتخفيف عليه. ولذا قيد العليل هنا وفيما بعده بالمسلم أو علة مسلماتك علة مسلمية ما دخل عليها. دبي له حليل إسلامي ما ذاك إسلامي أو زاد بيته مستعمل ما لا لو أجمعت كافر بيتيا دليل أن الاكتفاء بنيتها اكتفاء كرا بنيته جنكي وبنيته دين خونيته شيء سنية إنما هو للتخفيف عليه لو خاطر فيها وكيك إسلام أديش حاشا كدر كافر لا يستحق التخفيف أقام لك الكافر بتخفيف الوتسيا إذا مادم كافر بين يتكشي تسمية برا ما قال إسلام بي ولو نيتكي تسمية برا لو خادر التخفيف عليه لسد مردكي خواهي تعالى ودرسي كده ومادم أو كده تمستعمل أو مزنونة يعني شنا كشيد بي خوب شوا لسان آوة كمستعمل أو ممتنعة أو ممتنعة أي يعني جنك عصيب بده يقول خونا شو غسلها عليلها المسلم ما دخل بقى من ذلك أي لأجل انقطاع دم حيضها ونفاسها حليلها أو ممتنعة غسلها عليلها المسلم من ذلك كان تازا خائن بيتوها جنك خائن بو عصيب بده يقول خونا شو خونا شو كابرا أرستا منظر آوش بس السري داك بخورتي أو دي سنة أو كده تمستعمل لتحل له أوش غير تهور أو شرحك غير تهور نشيل له تبر ديا قول بتخبره مستعملك أولي أجن أخوي غير تهور ندوية هو أما المستعمل في الخبث أدي أجر شتشي بيسي بيشوش هو فواضح هو معلومة هو بكلفنا وأما المستعمل في الحدث أدي أقل لبيد اسمي جيبي فكذلك أبيش هروي لو لأنه حصل باستعماله وش أو آوى استعمالك زوال المنع من نحو الصلاة فيشان ممنوع بولنو يشي إذا وش آوي بدا اسمي جيش بيداك أو ممنوعاتي كلاسو وش ممنوعاتي كلاسو فينتقل إليه من عكد استناو اوكي اوكي انت مستعمل ما انا اشتد بي ادي كما ان الغسالتا هر وكو غسالت او اوي كتو تشتي في دشوي لما اثرت في المحل وشي زي كي باكر دوا تاثرت تأثرت أوجد أوقات تأثير ذكاء إيران بيسا أكل أوقات بيداك إيران خاين كدوا برا أوقات نباتي إيران بخوي بيسا وإن لم يجب غسل النجس المعفو عنه باش تك معفو عنه بشكا خينا شي سكوكيا سكوكيا بشكا أو شي بيس بركتيا معفو عنه أجا نيشو نيشو بكي هز ماني عنيا بس أجا شوشتت أوقات أخواري أوقات بيس دبي ومر أنه غير مطلق أو زقتو قوتت غير تهور أما قوتو أنت بماء مطلق بي دري ومر وما قوتو أن غير مطلق آمي مطلق تهور يكا غير تهور وغير مطلق يكا قيل دري والمستعمل في نفلها أقا السنة يشبه هروية دس نجي السنة دس نجي نويدك وآو كليد التخواري أو يش هر مستعمل ومنهم ماء أي غسل به الرجل فيخوف هذا شواء بعد مسح الخفين باشي مسي على الخفين مسي على الخفين تكر أو صعيبين يا لبعد سي درت بدانا كي عند أو ليرا نبدا دكي أو لبن بدا تخواري أو شهر مستعمل
بعد مصر لأنه لم يزل ومنه ماء غسل به الرجل بعد مسح الخف أوشعر هل لنفليا لو لأنه لم يزل مانعا سجد مانع إلى نبر دي تو بمسح على الخف نجا كي درست بكي أو آوى مانع إلى نبر دي أو يشعر السنة هذا داخل قسيقيلي دبي يعني. بخلاف ماء غسل به الوجه مع بقاء التيمم برن اگه کابره تیممی ما بی لذا اولی قلب برین داره تیممی کرد لذا اگه توی دیده قیدینا که دست نشده شد سودست نشده شد او ازاله مانی اچی پی بود او داخل اولی دبی و چی گفت من مستعمل به اشکال داخل قصی قیلی نه این سنت میه فرزه و المستعمل او مستعملی دمیدین مانگو غیر تهور تهور نیا ایلا أيلا أي كل مستعمل في الفرق غير تهورك ما في شوقوت الشرعي أوش ما كردا أيلا لو تازق وتون والمستعمل في نفلها غير تهور أو غير تهور ما دا مستعمل أولي والمستعمل فرق غير تهوري أو مستعمل سنة غير تهوري أو غير تهور بوء سنة كي أيلا وشيء لو لأن المدار على تأدية العبادة به ولو مندوبة بعدما تأدية عبادة في كلباس النتيج به هذا مستعمل إيه؟ ويرد ويرد مردود أقصى خوكت ما نقيل مخوف رازنين ويرد بأنه لا مانع ينتقل إليه حتى يتأثر به أتود مدينة قوت مانع هبو أو مانع عيد وش في لابر مانع كذا السنة أوكي إيه أتود عند السنة إيش تعيد سمانع إلا السنة أقعد السنة جنوية دكيوا سمانع كيا بيتنا أوكي ما دم نابت مستعمل فكان باقيا على طهوريته وبما قررت به المتنى أو كأمن متنى كم أو هاتيش ده متنى كي تيب ده غير تهور إن شيء كرد لو فرد كي دانا مستعملات شيء كي كرد متن كرد مبتدع غير تهور شيء خبر تقدير كرد لو مستعمل لو مبتدع كي آخر أو بخوي شيء قوتي متن دري وال مستعمل وغير تهور أو تسوها غير تهور شيء لو مبتدع كي دانا لدي مستعمل شيء دانا لو خبر كي دري وال مستعمل لو سنتي غير تهور أيضا شيء لو دوا دوا يدانا أو كذا أيضا وبيبي توك أو يديك أو تكولي كي يمكن وبما قررت به المتنى يندفع الاعتراض عليه أو ذا اعتراض لس مصنفي لا دسي بس يعني من إيش ساكم كردي إيش ساكم كردي اعتراض لس مصنفي ملا بردي اعتراض ده لس مصنفي بس بأن المتبادر منه متبادر لمتني ويا أن هذا الوجه أو وجه أخيري يشترط استماع الفرض مع النفل ده بفرض ونفل بيكو ده ما تنكيبو خينو ببي الشرع والمستعمل أقر مستعمل بي في فرض الطهارة لفرض طهارة قيل قيل دري ونفلي هذا بنفلش ده فرض دابي أو ده غير تهوري أو جوانيا والمستعمل في فرض الطهارة غير تهور والمستعمل في فرض النفل غير تهور أيضا أو إيش وشي بيها تنيا تنيا بتنيا هون نكهر دكان في كود زمارك أنا خيلك واقع يعني كلا وقتي كان مستعمل أبي كشوينا هم فرز وهم نفل كوت أو زد أنت مستعمل بتنيا بفرض نام أنت مستعمل وكه هم نفل بيها نفل الشبيه بكري فرز الشبيه أو إيش غني بأن المتبادر منه أن هذا الوجه يشترط استماع الفرض مع النفل والحق برم قصي باش أويا أنه لو قال أو كان أو ضحى قيل أو نفلي والحق أنه لو قال أو كان أو ضحى لباتي ونفلي هاي بيقول بقيل أو نفلي هاي يقعل بيقول بقى يقعل يشكر رقدك هنجيب بقى أوي دبو ألم بوابي زمعية ما شاء
دفعه الاعتراض مجرى لائق، فأن حله المذكور إنما يفيد صحة المتن. أرهن متن كرقي قصد يشاري ولا يفيد عدم أولاحية التعبير بأو التي ادعاها المطير. إذن أشهر أو كباشترا أو كي قد باهز أو تكولي كي ندرس. الله يعني. يكرر. لا فعلا بخير. ملعب السبت ساوري مكا. ها؟ ملعب السبت. ايه؟ ساوري مكا اللي ما علينا. ايه دي مساوردنا وكيد. والله وعدم دايت. ايه. 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 اي